نبدأ باتصال أحمد من عسير، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنا وياك في خير. نعم. آمين. تفضل. سؤالي يا شيخ، هل يجوز وهب النافلة بقراءة القرآن في رمضان أو التراويح للأموات كبر الآباء والأمهات مثلا الأموات؟ يا أخي، هل يجوز ذلك مثلا؟ يا أخي، الصلاة عمل بدني ما تدخلها النيابة عن أحد، لا حي ولا ميت، ولكن تدعو لهم وتستغفر لهم في الصلاة وبعد الصلاة، تدعو لهم وتستغفر لهم، تتصدق عنهم، هذا الذي ينفعهم بإذن الله. نعم.